انت رح تتعلم انه بعض الاشخاص ما بيدخلوا حياتك ليحبوك او ليضيفوا لون او ليوقفوا جنبك. الدنيا علمتنا انه بعض الناس بيشوفوا بالاخرين فرصة او وسيلة لغاية او سلم للوصول لاهداف معينة، ولكن لما تنتهي هالاهداف او الغايات ما بيعودوا بحاجة لك. عشان هيك لما بدك اياهم ما رح تلاقيهم جنبك. هدول الناس لا تتأسف عليهم ولا تنصدم بجحودهم، لأنه لازم تتأسف على حالك، لأنك أنت اللي سمحت للي ما بيسوى ما بيستحق يكون في موقع ما بيستحقه ولا بيستاهله ولا هو أصلا جدير فيه.